اول مره اجي والاجواء ضباب، قسم بالله ضباب في رطوبه، الاجواء مره حلوه وزحام والعالم ماشي. كيف بالله الايس كريم؟ بالله يفوز حبيبي. ايش الايس كريم صار زي في الاجواء اللطيفه هذه؟ ما شاء الله تبارك الله، اشوف الناس اللي طالعه، الناس اللي نازله، ما شاء الله عالم قاعد تستمتع، استمتع بالاجواء. طبعا اتوقع ان العيال وراي وقف، ما قدروا يوصلوا، ما في الا انا وحسين، فبتجاوز الجميل هذا. معليش انا اسف. ايوه تعال ابو علاء. فالحمد لله الحمد لله، الاجواء مره حلوه جدا جميله. طبعا حسين بتجاوز الجيب، طبعا خطر انك تتجاوز في الاجواء هذه، لان الناس مستمتع والناس ما هي داريه. مو معنى ريم دباب الجديد يا اخي. منو دبابك السيء؟ دباب السيء هذا صيني صح؟ يعرفونه. اي صيني هذا. طيب ما شاء الله، هذا الدباب حق احمد بي ام 2017، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له يا رب. ايوه بدك تصور حلو. ايوه كذا اشتغلت، هذا الشغل يا شاء الله تبارك الله. البرد، شوف البرد الدنيا كيف، ما شاء الله غلق. ها يا عيال برد يا عيال. ها انا خايف. خايف ليه؟ لا تخاف، خليك معايا. احنا حاضرين مناديل مناديل مناديل. فين مناديلي؟ شوف العزبه كيف يمين، شغل مرتب. ناخذ كميه كبيره عشان العدسه، اتوقع انها اكيد انعدمت، فحطها بالجيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، نمسح الكام شويه وبسم الله نتوكل على الله. بسم الله، الدنيا مره غرقانه، تعادي البنطلون انعدم، الدنيا انعدمت عادي. فالاهم شيء ان احنا نستمتع في الامطار هذه. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم يا رب، الله يحفظ. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. بسم الله، خلينا نلحق خوينا الحين، خوينا سبقنا، فالله يستر لا يكون يعني صار شيء. فبسم الله، لحظه راعي الجبس، خلينا نمشي شويه. ما شاء الله والله خوينا واقف هنا، خوينا هناك، امشي بالحياه، استمتع في الامطار، استمتع في الاجواء، اجواء مره لطيفه ما تتفوت ابدا، الاجواء هذه مره ما تتفوت. فانا اخاف انه يصير في، اخاف انه زحلق، لكن الله يستر. أنا نمشي على مهلنا، نمسك الطريق وعلى مهلنا نمشي. الدنيا مره غرقانه، مره ما شاء الله تبارك الله، مره غرقانه. فانا خايف انه المايك انعدم عندي، الدنيا انعدمت، لاني قبل شوي كنت فاتح الخوذه فقاعد اسولف معاكم، كنت فاتحها على خفيف، فالحين قفلتها مره. فالله يستر. بس اهم شيء انه الصوت يكون واضح والدنيا واضحه ونستمتع كلنا في الاجواء اللطيفه هذه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طبعا باقي لنا شيء بسيط ونوصل، يعني تقريبا باقي لنا 10 كيلو 12 كيلو نوصل على السوده. ما شاء الله فور على الجد يا اخوان، هدوا على مهلك. انا قيدني خايف لا اجيب العيد، لانه دائما وقت الامطار الشوارع ينزل فيها الزيوت، تطلع عفوا الزيوت اللي في الشوارع. فشوف الطريق كيف وقف، الدنيا وقفت. ما شاء الله الناس مره مستمتع بالاجواء، مره مستمتعين. ما شاء الله تبارك الله. فزي ما اقول لكم، الشوارع دائما اتكلم عنها، انه دائما في المطر انتبه، لا تسرع، لا تتحمس، لا تسوي اي شيء، لانه اوقات يكون في زيت في شيء، فمع المويه ممكن يتحرك الاوساخ هذه في الارض فتزحلك. فخليك على مهلك، تعوذ من ابليس، على مهلك حسين، لا تسرع، انا قاعد انصح وانت شاطفني، فالله يستر. طبعا ايش اللي صار؟ فكيت الاوبن فيس الخوذه، واتوقع انه جاء فيه مويه، فعادي لو الصوت معدوم شويه عادي، يعني اهم شيء استمتع معي في الاجواء اللطيفه هذه. ما شاء الله تبارك الله، اشوف الناس اللي طالعه، الناس اللي نازله، ما شاء الله عالم قاعد تستمتع بالاجواء. طبعا اتوقع ان العيال وراي وقف، ما قدروا يوصلوا، ما في الا انا وحسين، فبتجاوز الجميل هذا. معليش انا اسف. ايوه تعال ابو علاء. فالحمد لله الاجواء مره حلوه جدا جميله. طبعا حسين بتجاوز الجيب، طبعا خطر انك تتجاوز في الاجواء هذه، لان الناس مستمتع والناس ما هي داريه، مو معروف وين يروحون، فانتبه، حاول انك تهدي او انك توقف افضل. بس انا كذا متعتي انه انا امشي في المطر، استمتع متعه ما شاء الله غير طبيعيه.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شوف الأجواء كيف، بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا المشكلة قبل شيء أقول لا لا تغسلوا، لا حد يغسل، تتوقع العيون راحوا المغسلة وغسلوا فانعدمت الدنيا، فيلا عادي ايش نسوي، أهم شيء نمشي. طبعا تشوفون الدباب مرة غرق مرة غرق، شوفوا عند الطبلون غرق، فهذا أبدا أبدا ما يضر الدباب نهائيا. ففي ناس تقول لك لا ترى يضر، ترى ما أدري يسوي، ترى الدباب يخرب. لا عادي، أنا دائما أقول في الفلوقات حقتي الدورات هذه صنعوها الناس على أساس إيش؟ فأنا نهدي شوي، يحس إن الدنيا بدأت تزلق. على أساس إيش؟ على أساس إنه ترى الدباب هذا بيمشي في مطر، بيمشي في جميع الأجواء، فعادي يعني عادي، أهم شيء إنه تطلع واستمتع وانبسط، ما راح يصير أبدا أي شيء، السماعات ما راح تخرب، ما راح يصير إن شاء الله أي حاجة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف الدنيا كيف، طبعا بدأ كأنه يخف شوي المطر، كأنه يخف. طبعا وقفنا قبل شوي كلمنا العيال، العيال وقفوا ما عاد يقدرون يمشون أبدا، ما راح يقدرون يمشون. المشكلة إني وقفت رسلت لهم وترى العيال الأجواء ترى مرة حلوة، طلعوا قابلهم المطر وقفوا. فعاد يعني أهم شيء إنه نستمتع كلنا بالأجواء. طبعا خلاص قربنا نوصل، ما عاد بقي شيء، فشوفوا ما شاء الله المطر مستمر معانا تقريبا. طائرة على الجيب، طيب معي دباب يا أخوي احترمني، يعني احترمني شوي يا أخي شوي احترمني. خلينا ننتبه بس، خليه لين ايش يمشي ولا يتجاوزني ولا يسوي اي شيء، لانه ما ينفع كذا وهو جنبي ماشي. طيب خليني اتجاوز الجميل هذا، شكرا لك. المهم الريال طبعا ما يقدرون، ما عاد يقدرون حشرهم المطر، فاحنا ما شاء الله اصحاب الجولدات مزبطين امورنا، معانا الملابس حقتنا، معانا ملابس المطر، معانا الجاكيتات، معانا البلوفرات، فمزبطين امورنا مره. هذا الشيء يعني اللي خلاني انا بصراحة احب الجولد واشتري الجولد، امورك كلها معك جاهز طالع تستمتع، دراجة نارية منها تشيل اغراضك معك، تشيل عفشك، تشيل اشياءك، تطلع اي مدينة وتسافر حتى تروح اي دولة ما راح تشيلها. ليش؟ جالس مريح مروق، امورك كلها في السليم. فهذا الشيء زي ما اقول لكم اللي خلاني يعني خلاني اشتري الجولد، شيء جميل 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 من الاخر من الاخر، قسم بالله شيء جميل مره. يعني من الاشياء اللي ما ندمت عليها، اوه والله بغى يجيب العيد، بغى يجيب العيد صاحبنا، اهدى يا اخي اهدى. فبقول لكم الاشياء الجميله اللي خلتني اشتري الجولد الجميل هذا، انه مريح مريح جدا مريح، يعني لا تتعب ظهرك، ما يتعب، ما في آلام، ما في شيء. طبعا بقول شيء للناس اللي معاهم ريسات، اذا ظهرك يعني يتعبك في السواقة، في مشد تشتري من الصيدلية تلبسه كامل كامل على جسمك كامل، ما راح يعني يجيك ألم بإذن الله، فعادي تقدر تسافر تقدر تروح. بس فرق شاسع ما بين الجولدات، افا افا يا اخوان اهدوا يا اخوان اهدوا اهدوا، الوضع مطار والشارع تزلق واحنا معانا دباب ما ودنا ننقلب. فزي ما اقول لكم نسيت الموضوع، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله. فايوه اصحاب الجولدات واشياء زي كذا، فمن يعني من الممتع ان انت يكون معك جولد صراحه، تطلع تروح تيجي. الريس حلو، الريس له جو زي ما قلت لكم، ودائما اتكلم عن الشيء هذا، الريس له جو، تطلع تتمشى تروح تيجي تنبسط في المدينة، اجواء مرة حلوة. لكن الجولد لا، الجولد والله انا الشيخ معاك جك المويه، والله والله انك محزم، قسم بالله انك محزم. فزي ما خلنا نأخر عني شيخ، خلنا نأخر، تعال تعال روح 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 يا صاحبي روح، لا نزلق ونصدم في بعض، ما ينفع ما ينفع مرة ما ينفع، روح روح قدم. فزي ما اقول لكم الجولد متعة، والله العظيم متعة، من الاشياء اللي انا ما ندمت عليها ابدا 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 ما ندمت. فخلاص قربنا نوصل، اتوقع لازم نوقف. هلا 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 بالجميل، والله ما انتبهت لك يا اخي يا اخي، يلوموني في في الجميل هذا. طبعا هذا الدباب حقي، تمام، هذا دباب سلطان، هذا دباب محمد العنزي، هذا دباب جيدو. طبعا العيال قاعد يهندسون هنا، خرب المسمار حق الصرة، تمام، قاعد ينقط زيت.
معاكم اليوم سعد الشريف والله تنزل الاجواء في ابها البهيه لف كذا خلاص صورتني سوي كذا على طول ان شاء الله الدباب الجديد بالله حفيان يا اخوي ليه ما شاء الله مهندس ريما دباب الجديد يا اخي منو دبابك السيء سنويس جديد دباب السيء هذا صيني صح يعرفونه اي صيني صيني هذا ها قلبك ما شاء الله هذا الدباب حق احمد بي ام 2017 ما شاء الله تبارك الله الله يبارك له يا رب طبعا تعاون وما دلوا طيب نزلنا الكاميرا لانه في عوائل ما له دخل هذا مو حق الزيت ها وش ما ادري لا انت والله ايش هذا ما ادري يصلع الامه يصفي طيب زيدوا 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 بيمسك الماي ما راح يمسك الماي والله قعدتكم مطمن على خير هذا حق تمكي هذا غرام مكينه تقول لي يعني ما هي صح يفك اسمع قفل من هنا من هنا مو طبيعي من ماسك الدبابه لا يغركم دائما الحجم بالدبابات ما شاء الله تبارك الله قدك والله ترى قدك شوف ما شاء الله تبارك الله وقسم اقل من السمول طيب والله لا بس شخصنا معاي والله شخصنا اخوي اقسم بالله اشوف الشمس والله صور لمس لا تصورني ها شوف كم انت احلى واحد يا اخي لا ما له علاقه تسوي بحبتي ما له علاقه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما له دخل هذه الجلسه حقتنا هنا ابو عزوز بيض الله وجهه طبخ لنا اليوم كبسه نشبس دياي هذا هنا العنب هنا وهنا هنا هنا ايوه هذا الشغل هذا الشغل المحترم اسمك خائف ايش بك يا تبقى مدرسه انا ما اعرف ترى لا لا فيديو فيديو خلاص بصور بس ما تدرون انت يلا جايين نتغدى خلاص خلصنا من طلعتنا للسودة جايين نتغدى هنا هذه الطايكات حق الشباب هذا المطعم مره جميل جيته قبل 3 سنوات شيء زي كذا بس انه مره جميل المطعم هذول العيال جالسين هنا ايش دسيت وراك؟ ها؟ يا قلبي الله على ايامك تجيب على ايامك شمبانيا وشغل دلع حركات دونك احنا ولا شيء لا ابدا 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 والله أنا هذه أول وآخر مرة بإذن الله على خير إن شاء الله حي الله العيال نورين والله لا تستحون عادي يا سم لا تستحون أبو عزيز مسوي ما أنه ما يدري فهمت نبيل ها؟ نبيل شمبانيا سعودي أوف 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 أبو عزيز سلمت طيب احترموا يا عالم الغدا جاي شويه ممشى الضباب معروف
اللي جابها اكيد يجي المكان هذا، بس انا بصراحه ما جيت المكان هذا، يعني ما قد جيت هنا الا الدنيا شمس. اول مره اجي والجو ضباب، قسم بالله ضباب في رطوبه، الاجواء مره حلوه وزحام والعالم ما شاء الله تبارك الله، مره الاجواء لطيفه مره لطيفه. فبنطلع الحين، طبعا صارت شغله اليوم دباب جيدو، صار فيه خراب. اذا وصلنا هناك بعلمكم. دباب ابو عزوز برضه صارت فيه مشكله. في واحد من العيال صور سناب تمام وارسلها، جاء له واحد قال يا اخي يا حظكم انتم طالعين تتمشون. فاتوقع انه الله يهديه ويصرح ويعفو عنهم انه سدد واحدة مضبوطه للدباب. فبناخذ سكريم الحين ونستمتع بعدين بنطلع ان شاء الله نكمل. بصور عندنا خضره الله يرحم والديك. ايش في جاهز الحين؟ عندك فحم ومانجا وفحم بنيدي كلها جاهز. فحم ومانجا، فحم ومانجا، اي مكس. بسكوت 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 هذا ب10 وهذا ب5. لا ب5 5 ريال. يلا سلم بعد الله يرحم والديك. سلم كيف بالله الايس كريم؟ بالله يفوز حبيبي. ايش بس كريم صار زي اليوم ماشيين باذن الله للدبابات. هذاك ابو عزوز هناك سوينا صيانه للدباب حقه. هاي دراجات العيال طبعا. ايش المشكله اللي صارت؟ الدباب حق عبد المجيد كان في تهريب هنا في الصره تمام، دق في رصيف، مو رصيف مطب تمام، وهرب. راح حبيبي عليه حرام ثلاث سيارات والله فاضيه، ويقول يا بد ما فيها كلام، احنا كل ثلاثه في سياره. خلاص تم علامك. قاعد اصور انت علامك؟ ما علامك مزبوط. باخذ الفوطه على النبي، خذ راحتك. طبعا ما صار اي مشكله في الدبابات حقتنا كامل ابدا، بس هنا عند ابو عزوز ايش اللي صار؟ ايش اللي صار ابو عزوز؟ والله الكوع هرب تمام. الكوع هذا هو، وين الكوع؟ هذا هو اللي جوه، شوفوا هناك هذا هو تمام. وصلت الفكره يعني بالمفك؟ اي بالمفك وصلنا الفكره. هذا هو هرب وركبنا له وجه وخلاص شدنا، خلاص كذا بنحرك. شدت القافله شوف الاجواء كيف. يلا اي تقول العلمين هذا اللي معاه عزبه، هذا الصلاه على النبي جايب معاه عزبه ورز وشاهي وشغل يمين بالله جبار كامل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الحين شيء لبس مطر، شيء سطحه شويه لبتن ما شاء الله تبارك الله. شو اسمه هذا؟ شرف في شر. امين. هذا اللبتن، هذه اغراضنا. خلاص الحين بنلبس وبنطلع باذن الله. انا 2008 حبيبي. الله يسعدك يا حبيبي، سلم. بس طقمك حريقه والله زي دبابه.